أعزائي المشاهدين، يوم جديد وحلقة جديدة وبرنامجكم رؤية جديدة. أهلا بيكم في أسعد يوم من أيام عمركم جميعا، مش عشان أنا موجودة ولا حاجة، لا عشان لازم نعيشها بسعادة. جاية لكم النهاردة ومعايا ضيفين أهل الفن وأهل الطرب، وعشان كده اخترت اسم الحلقة بعنوان الفن وناسه. اللي بيكتب الكلمة شاعر بيحسها وفي لحظة ينطقها، واللي بيأديها فنان وفي لحظة يغنيها لنا ويسعدنا. يبقى أسعد يوم ولا لأ؟ هعرفكم على ضيوفي النهارده. معايا استاذ احمد نصوح، اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا بك، منور الدنيا. أمور بك واغنيه التتر جميله وصوتك جميل. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا رب. منورنا يا فندم. الله ينورك. ومعايا كمان ضيفنا صاحب البيت. ايوه، صاحب البيت الفنان محمد حجازي، منورنا يا فنان. ربنا يخليكي، القناه منوره باللي فيها، وانا بجدد التحيه لكل القائمين عليها ولكل جمهور القناه اللي احنا بقينا نحبها جدا 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 جدا. وقناه جميله جدا والله. الاول بنشكرك على كلمات التتر، وبنشكر الفنان الجميل طبعا على كلمات التتر، ويا رب تعجب اعزائنا المشاهدين. يا رب اهم حاجه انها تعجب بقى الساده المشاهدين يعني. ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله. النهارده جايبه لكم الفن واهله، الفن وناسه. هنبتدي باستاذ احمد نصوح. ممكن تعرفني بنفسك يا فندم؟ كابتن احمد نصوح، مدرب كره قدم بنادي المصري للتسلط. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. ايه بقى علاقه الفن بالكوره او الرياضه؟ طبعا طبعا علاقه وطيده جدا وعلاقه جامده جدا. الرياضة هي غذاء البدن. حلو. تمام. إنما الموسيقى هي غذاء الروح. غذاء الروح. فطبعا في ارتباط كبير جدا جدا طبعًا. جدا. وفي ناس كتيرة في مجال الرياضة نجحوا في مجال الفن. كتير يعني فعلا. صالح سليم عمل فيلم الشموع السوداء، ده كان حاجة بارزة في السينما العالمية. ما شاء الله. وهو راجل رياضي ووفق بين الرياضة والفن. في الشريف عبد المنعم، في عصام بهيج، في ناس كتيرة قوي وفقت بين الرياضة والفن. فالاتنين مرتبطين بعض ارتباط وثيق جدا، الرياضة غذاء البدن. والموسيقى غذاء الروح. طب ومن شويه كان معانا الشيف، كان غذاء لايه؟ البطن. البطن. طيب وانت في الملعب ممكن تدندن حاجه مع اللعيبه؟ هو اقول لك على حاجه، هو هي بتحصل بس لما اكون ماشي لوحدي. لما اكون حاجه شغلاني بقولها. بس كل نسيبك لحظه كده ونروح للفنان الكاتب. انا عرفتك في الحلقه اللي فاتت انك ممكن تكتب حاله. طبعا. بس اكتشفت حاجة في الفترة اللي فاتت دي، ان ممكن حد يقول لك انا عايز اعمل تتر مسلسل ويديك القصة، فلاقيك كتب لي كلمات مناسبة. ايه ده؟ هو ده الواقع يعني، لازم الكلمة تتوافق مع الحكاية. فانا بعيشها، بعيش دور البطل وبكتب، والموضوع ما بياخدش مني 5 دقايق يعني. اسمح لي اقدم لك النقد اللي متقال في النقطة دي. اتفضلي. هتقبله؟ اقبله جدا. ولا هتزعقلي على الشاشة؟ لا يا فندم ما ينفعش. مش هتزعقلي؟ لا خالص. هما بيقولوا ايه؟ ازاي الشاعر بيحس الشيء ويقوله، لكن انا مش بياع كلام، لكن انا بشوف حضرتك جات لك قصه. تمام. رحت كاتبت لها تتر. تمام. ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل ان انا بعيش القصه، بتخيلها. بتعيش يعني البطل. بعيش دور البطل. أوه. يعني مثلا اديكي مثل، كان في مسلسل اسمه ظروف مغلقه. كان بيحكي على ضابط طيب جدا، ما بيحبش يزعل حد ولا يأذي حد، وحاطط على دماغه مسؤوليه ان هو بيحقق العداله للناس. انا عشت الشخصيه فكتبت كلمتين كده. في نفس الوقت بنته مريضه وعايش ظروف معينه في بيته، فكتبت تعرف ايه بقى عن ظروفي ولا المي ولا خوفي. القضيه هي هي، ناس ضعيفه وناس قويه، والحياه قدام عينيا تتخطف من بين كفوفي، وانت ما عرفتش ظروفي. عشت شخصيه الضابط، المعاناة اللي بيعانيها وهو حسيت بيه. طبعا. يعني اذا بتحس برضو بالحالة. طبعًا. وبعدين تطلع لي كلمات. انا لو مش بحس مش هكتب. صح كده، احنا بنرد يعني. احنا موجودين عشان نرد. تمام. ما ينفعش نسيب الناس تتكلم واحنا ما نردش عليهم. فانا هنا بديك الفرصة ترد اي كلام احنا يعني مع الناس عادي، مفيش مشكلة. حضرتك جميل، حضرتك جميل، تستحق كل خير. ربنا يخليك. الحلقة اللي فاتت قلت لي هدية تتر، وهنا هيفرجونا وعاملين لي مفاجأة، صورونا واحنا بن ايه؟ واحنا بنصور التتر. تمام. فحضرتك قلت هدي التتر هديه للقناه وللبرنامج. تمام. وفعلا قمت بده، ومعانا مطربنا الجميل ساعدك في الهديه دي. تمام. شاركوا هما الاثنين. طبعا. في الهديه. تمام. وانا قدمت لكم الهديه ان انا عارضها على الشاشه. تمام. لا انا عايز بس كان ايوه المقلب بقى اللي انت عامله فيا. اتفضل. بعد اذنك يعني. اولا اللي في ناس اشتركت معانا في الهديه الجميله. ما انا لسه هقول استاذ باسم وهدان. اولا استاذ مصطفى النجدي الملحن. مصطفى النجدي الملحن العظيم الجميل. لازم طبعا كلنا بنحييه، وانا اول واحده بحييه طبعا. فعلا اللحن اهداء
يعني من الاستاذ مصطفى. دي حقيقه استاذ باسم مهدان التوزيع، موزع جميل وملحن برضه جميل، وتعبوا معانا جدا على ما وصلنا للتتر الجميل ده. فالناس دي كلها احنا بنشكرها. هتورينا الصور يا استاذ وليد ولا بتضحك علينا انت كمان؟ احنا بنشكرها من هنا يعني، انا كلنا شخصيا كلنا بنشكرهم. دي الجنود المجهوله، لان دي حقوقهم يعني. استاذ مصطفى النجدي يعني استاذ، ما احنا قلنا فضل مواظب معانا على طبعا طبعا الله يبارك له يعني. وبعدين كانت المطربه اللي معانا يعني ايوه انت عايز بقى تكسب. لا 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 انا مش مطربه، انا كنت مقدمه معاكم بسمع كلام. لا زي الفل، ده احنا هنعمل لك اغنيه تانية، وعدي تاني. ده وعدي تاني عن هوا. انا وعودي انت فاهمه. بعدين بقى انت تاني. يا تنانا. طيب نرجع لفناننا الجميل ونقول له امتى حسيت انك فنان وصوتك حلو، او امتى اول حد من اصحابك حد من جيرانك قال لك ايه ده صوتك جميل انت مش مركز ولا ايه؟ هقول لك انا بقى. قول بقى. اول حد يعني اكتشف بيه هي والدتي الله يرحمها. الف رحمه ونور عليها. عرفت ازاي انا بقى يعني اجي اغني فتخلي اخواتي يسكتوا، بس انا اغني فاخويا يتكلم تقول له بس يا واد كده والله بس يا واد اسكت. الام المصريه جميله. والله تقول يا واد اسكت يا واد، فتبص لي وهي يعني سعيده. وهي كان صوتها جميل جدا، صوتها كان جميل جدا، فدي خلتني احس فعلا ان انا صوتي حلو. طب ما تيجي نهدي لها حته كده. كل كلمة حب حلوة قلتها لي. كل أنا أسفة، فاصل صغير وهنرجع تاني نهديها هدية. فاصل صغير ويرجع لكم على طول. يوم جديد وحلقة جديدة وبرنامجكم رؤية جديدة، جاي لكم النهاردة بأهل الفن، سمينا الحلقة الفن وناسه. الفن وناسه، من أول ما الشاعر بيكتب الكلمة لحد ما المطرب بيأديها، في ناس في النص، في الموزع وفي الملحن وفي صاحب الاستوديو وفي حتى اللي بيقدم لنا الحاجة السخنة والمية نشربها. كل دي مراحل بتمر بالأغنية لحد ما حضرتك تشوفها وتستمتع بيها. معايا ضيوف النهاردة من أهل الفن، أستاذ أحمد نصوح. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بك يا فندم، وأهلا بالقناة المميزة الجميلة، وبحيي كل القائمين على العمل، مخرج واعداد ومن كاميرا وحضرتك طبعا. انا في الاول وفي الاخر بشكرك انك وافقت تغني التتر بتاعنا، ووافقت انك تخليني معاك في الدويتو ده، وتحملت الصعوبات عشان ده شرف ليا والله. منورنا. ولا حاجه، كنت كويسه قوي بصراحه. انا كويسه ده وسام، ميرسي جدا. ومعايا كمان صاحب البيت، صاحب الصحه والجمال، اللي حب الصحه والجمال معانا، الشاعر محمد حجازي. منورنا يا فندم. وجودكم، وانا بجدد التحيه ليكم كلكم، وصدقوني قناه جميله جدا، والواحد بدا يتابعها بجديه، وما شاء الله مجموعه برامج جميله والله. بشكرك بس على راسهم رؤيه جديده. ايوه رؤيه جديده طبعا. بشكرك بالنيابه عن فاتن عرفه ورؤيه جديده وكل القناه على التتر الجميل المميز بكلماتك، وانك ساعدتنا في التلحين والتوزيع، ومعانا ناس كتير هنشكرهم اسم اسم، وهدي لك الفرصه انك تشكرهم بالنيابه عننا. والله انا بقدم من هنا شكري للملحن الكبير الاستاذ مصطفى النجدي اللي اهدى اللحن. احلى تحيه لمصطفى النجدي. وللاستاذ باسم شاهين الموزع، فنان عالي جدا وحد جميل يعني. شكرا استاذ باسم، باسمنا جميعا وباسم القناه. تسلم لنا جميعا. ويعني دي اقل حاجه نقدر نقدمها للقناه الجميله اللي بنعتبرها بيتنا، وان شاء الله في كل حاجه في جديد يعني، كل يعني كل حلقه هتقدم لنا مفاجاه ان شاء الله. ففي مفاجاه يعني طبعا. طيب طبعا مستنيين مفاجاتك. نرجع تاني للاستاذ احمد. حضرتك طبعا مش مطرب بس. تمام. قول لي بقى الباكج بتاعك كله على بعضه كده. ما انت عارفه. لا انا عايز اعرف، عايز المشاهدين يعرفوا مش انا. هو الاول وفي الاخر انا طبعا مدرب كره قدم في نادي المصيرة اتصالات، وكرة القدم دي هي الأساس عندي، والطرب دخل بالصدفة يعني تمام. موضوع الفن ده دخل بالصدفة. ورجعت وأقول لك تاني وتالت وعاشر، إيه علاقة الفن بالرياضة؟ طبعا علاقة قوية جدا أو وطيدة جدا. أنا همثلها لك. علاقة الفن بالرياضة، الفن أو الموسيقى هي غذاء الإيه؟ الروح. تمام. والرياضة هي غذاء البدن. أو البدن. تمام. فالاثنين مرتبطين ببعض. تمام. وطبعا في ناس كتير قوي في مجال الرياضه نجحوا جدا في مجال الفن، اولهم طبعا كابتن الاهلي صالح سليم، عمل فيلم الشموع السوداء، وفيلم طبعا علامه بارزه في السينما العالميه ونجح. فهو وفق كده بين الرياضه والفن. بكل كلماتك دي بتقول لي ان لازم الانسان يكون عباره عن مكونات طبعاً، وانواع كتير من الاغذيه، مش اغذيه الطعام فقط. أوه. لازم يبقى في غذاء للعقل وغذاء طبعاً للروح وغذاء للبدن وغذاء لكل شيء عشان يكون انسان صالح سوي. وسوي. تمام. عشان يكون صالح وسوي.
نرجع تاني واسألك سؤال غريب شوية، بتدندن وانت بتلعب ولا بتلعب بس ما بتدندنش؟ تاني تالت. وانا رايح على الملعب ساعات بتيجي حاجة في دماغي كده، حاجة يعني حاجة دينية احب اقولها يعني. بتحب الاغاني الدينية؟ اه اصحب البيت ومعشوق نادي الترسانة وجماهير الترسانة. ايه حكاية عشقك للترسانة؟ ما احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. حقك عليا. انا لا اهلاوي ولا زملكاوي، طلعت حسيت انه مختلف فحبيت نادي مختلف، واقدم لمصر ياما نجوم يعني على مر الاجيال. مش زعلان انهم نقدوك وقالوا ان انت بتطبل للترسانه ولصاحب النادي؟ انا جاوبت. وبعدين انا انت جاوبت هناك، انا عايز الجمهور هنا يعرف. والله اقول حاجتك على حاجه يعني انا قلتها قبل كده، يعني ان انا الاغنيه دي المقصود منها حاجتين، اولا تحميس اللاعبين بعد ما امسكهم جهاز فني من ابناء النادي بقياده كابتننا الكبير شجن عبد الفتاح وكابتن بهلول وكابتن علاء حسب الله، وبداوا يعني يعتمدوا على ابناء النادي من ناشئين، صعدوا 7-8 لعيبه جداد الفريق، وهيبقى له شكل تاني. وانا متاكد ان ترسانه ان شاء الله بولادها هتبقى في الممتاز. يعني مش هنقول يا ميت خساره؟ لا هنقول يا ميت خساره. طب عايز اسمع منك يا ميت خساره على اللي فات ده، وخلينا في اللي جاي الجديد. الله الله. طيب الله عليك. يا ميت خساره دي قصيده كنت كتبتها وانا في سنه اولى في الجامعه. كان ليها قصه معايا كده لذيذه احب اقولها لك. اول سنه ليا في الجامعه وكان في مسابقه. تمام. فالمهم عجبت المسابقه، قعدت حاولت اكتب مش عارف اكتب علشان اخش المسابقه. فلقيتني في اخر حاجه خلاص مش هخش، كتبت كلمه يا ميت خساره. فقلت لا بقى هكتب. هكتب يا ميت خساره. دي كانت الباور بقى. دي كانت البدايه. البدايه. بس انتوا الاثنين هتقولوا معايا. اقول ايه؟ هتقولوا يا ميت خساره. هنساعدك نحاول يعني. هنحاول ان شاء الله. المهم ربنا وفقني وكتبتها وخدت بيها المركز الاول في بميت خساره؟ في المسابقه، وهنقولها دلوقتي. بقول فيها ايه؟ عايز اكتب، نفسي اكتب، عايز اقول علي بيا عن مشاعري والحديث مش راح يطول. الله. عايز اكتب عن بلدي الحبيبه صاحبه الخير عليا واللي من قلبي قريبه. عايز اكتب على النيل العظيم اللي جاب لينا الحضاره واللي خلانا في نعيم. عايز اكتب على المدارس والجوامع والكنايس. عايز اكتب عن الاهرام وعن مصر الحضاره، بس مش لاقي الكلام. يا ميت خساره. يا ميت خساره. عايز اكتب عن ضياع الحق في زمن الخداع. عايز اكتب عن شعوب سابت بلادها من غير وداع. عايز اكتب عن جحود طماع، عن عدو لينا جميعا، عن صراع، عن صراع طماع يهودي، عن حقوق فلسطيني مغطيها الضياع. عايز اكتب عن فلسطين، عن اهل لبنان الحيارة، بس مش لاقي الكلام. يا ميت خسارة. يا ميت خسارة. يا ميت خسارة. ألف خسارة. لا جميل، ألف خسارة. عايز اكتب عايز اكتب على الحقيقة، بس مش لاقي الطريقة الا ادور بيها عنها. ايوه والله. والخداع دايما ورايا، دايما اقرب ليا منها. عايز اكتب عنها واخليها مناره، بس مش لاقي الكلام. يا ميت خساره. الله عليك. الله. عايز اكتب عن امي وابويا. عايز اكتب عن امي وابويا، على الحنان الصعب من خيرهم عليا، على الوفاء العذب عن خوفهم عليا. عايز اكتب عن وفائهم ليا وعندي اكتر من اماره، بس مش لاقي الكلام. يا ميت خساره. يا ميت خساره. عايز اكتب عن صحابي انتوا. احنا بنسعد بده. ايوه. هم ليا احلى فرح، احلى ضحكه، حتى في اوقات عذابي. عايز اكتب عن جمايلهم عليا، عن وقوفهم جنبي مني حتى لو بعاد عليا. عايز اكتب عنهم وعن فرحتي بيهم في الزياره، بس مش لاقي الكلام. يا ميت خساره. عايز اكتب عن حبيبي الاولاني، عن عينيه الحلوه جدا، عن جماله الاسمراني. الله. عايز اكتب عن حنانه، عن امانه. عايز اكتب عن الايام الحلوه في قربه. عايز اكتب عن شعوري بالامن جنبه. عايز اكتب، عايز اكتب، عايز اكتب عن حياتي، عن وجودي، عن سهود الليل ويا السهاره، بس مش لاقي الكلام. يا ميت خساره. اصلي يا اصلي كتبت على كل حاجه. اصلي يا ابو حجاز. والحمد لله ربنا وفقني وخدت المركز الاول. احنا اديناها لك دلوقتي المركز الاول. ربنا يخليك يا فندم. طلع شهاده ونمضي عليها. الحمد لله. استاذي بقى قول لي، مين اول حد حسسك انك فنان او صوتك حلو؟ تتخيلي انت مين؟ اتخيل مين ممكن يكون صديق
ممكن تكون اخت، ممكن تكون ام، ممكن أيوة تكون اب. بس نقف عند الام. هي الام دايما طبعا ام احساسها رهيب جدا باولادها، تحس بابنها في كل وضع، هو حزين هو فرح من صوته. يعني احنا بنبقى شايفينهم كده عارفين اولادنا فيهم ايه، يعني واحساس اكتر طبعا. فطبعا انا جت ازاي وانا صغير طبعا، فكنت بقعد اغني، فهي نبهتني ازاي، انت عارفه الناس القديمه بقى الام كده فناس طبعا. فاجي اغني فايه يكون اخويا بيتكلم، تقول له بس يا واد اسكت. يا واد اسكت عشان تسمع، عشان تسمع. فالموضوع اتكرر كتير، فانا حسيت فركزت، حسيت ان الموضوع ده. لكن ما غنيتش في مدرسه؟ ما غنيتش. ما هو في المدرسه بقى بنت بقيت اطلع في الاذاعه المدرسيه، في الاناشيد كده والحاجات والاذاعه المدرسيه، بقيت انا على طول اطلع في الحاجات دي. فحسيت فعلا ان في حد لاحظ ان انا في صوت. وبعدين الموهبه ما بتستخباش، اكيد بتطلع لوحدها، بتظهر. جميله فعلا الحاجه الحلوه، بتظهر، بتقعد تضغط على الفرحه بتظهر. طبعا الفرحه بتظهر. طيب ممكن احمد غنى. تمام، عايزين اغنيه كتبتها لاحمد، انت هتقول الكلمات وهو يغنيها. لو تعرفي اغنيه. لا انا لا انا شفت حاجه كده، ايه لو تعرفه ولا ايه؟ لو تعرف. اي في برضه اغنيه كنت، خد بالك ان انا متابعه من زمان، اغنيه جميله جدا من الاغاني اللي انا بعتز بيها. هو غناها احمد ولا لسه يغنيها؟ احمد اولا اخويا وصاحبي وحد يعني قريب قوي. لا هو بدانا فيها بالفعل. تمام. والمجموعه اللي احنا شغالين كلها معايا يعني احنا اخوات، بيجمعنا الحب اصلا. عشان كده انا قلت الفن وناسه. ده الاساس. بيجمعنا الحب وحبنا للفن ده هوايه احنا لينا اشغالنا وحياتنا وبتاع. هناخد استاذ عمرو من الفيوم ونشوفه هيقول لكم ايه. اوكي. الو. للاسف انفصل الانقطاع. الو. طب حاول مره ثانيه، نحاول مره ثانيه استاذ عمرو، معتذرين. طب نكمل كلامنا. ففي كذا عمل يعني احمد هيقوله، بس هو طالما عايز اغنيه لو تعرفي فاحنا هنقولها. قول لي بقى كده كلماتها. بنقول فيها لو تعرفي معنى الدموع، لو تعرفي ايه العذاب جوه الضلوع، لو دقت يوم طعم الاسى او رحت سكه بدون رجوع. الله. لو تعرفي ليه القمر بيضيق ليالي الحزن في بلادنا الحزينه، وان السفاين في البحار من يوم ما هاني الحب فينا مش لاقيه مينا، والشمس ليه وقت الغروب بتكون حزينه، والليل طويل ده الليل طويل، والخوف من المجهول كوينا. لو تعرفي ليه الزمان ما بقاش حنون، ليه العيون ماتت معاني الحب فيها دمعها اصبح جنون. جايز يكون حلمي وحلمك مستحيل، بيني وبينك ألف ليل، لكن عيونك يا حبيبتي شيء جميل، شيء جميل، شيء جميل. أنا عارفة إن عيوني جميلة. الله عليك، الله عليك. أنا مش عايزة الأغنية دي بقى. أنا مش عايزة دي بقى. أنا عايزة بقى أغنية تانية هو كاتب الكلمات بتاعتها، وتقول لي مين اللي لحنها ومين اللي وزعها، أو لسه أنتوا لسه بتعملوها، وتقول لي حتة صغنونة قد كده. سيبيها يا أستاذة يقول لو تعرفي بعد إذنك. عشان هو بيحبها. بس قبل ده كله هنشوف استاذه صباح. الو استاذ صلاح، معتذر. الو. ايوه فندم، مع حضرتك. اتفضل يا فندم. الو. ايوه الو. انا مع حضرتك مهندس صلاح وعرب من كفر الزيات. اهلا وسهلا يا فندم، معاك يا فندم. اهلا بحضرتك. يلا مع حضرتك يا فندم. انا استاذ صلاح حبيبي، ازيك؟ عرفت طبعا. اعز اخواتي وحبايبي. هو مستني انت تقول. طبعا طبعا، واحد من كبار مشجعي نادي الترسانه واخ محترم. طيب هتقول ايه للفنانين النهارده يا استاذ صلاح؟ اولا انا عايز احييهم على واحيي حضرتك الاول على البرنامج الجميل. ربنا يسعدك. وبعدين استاذ محمد حجازي صديق، هو والاستاذ احمد نصوح. طبعا يا فندم لينا الشرف. طبعا ربنا يخليك. اصدقاء جداد واللي جمعنا حب الترسانه بصراحه. جميل جميل. اللي هم من القاهره طبعا وانا من كفر الذات من الغربيه، بس جمعنا حب الترسانه. جمهور الترسانه ده يعني يعتبر احلى جمهور طبعا. اخلص جمهور، اخلص جمهور والله. رغم وضع النادي في الدرجه الثانيه، انما الجمهور ما سابوش ابدا ابدا ابدا. وانا بحيي محمد حجازي وبتابعه على الفيس على طول بصراحه، الاشعار الجميله والكلام الجميل اللي بينزله، والاستاذ احمد نصوح بصوته الجميل، واغنيه الترسانه اللي ان شاء الله ان شاء الله نحتفل بيها واحنا في الدوري الممتاز باذن الله. والله عايز اقول حاجه في الكلام ده يا حاج صلاح،
ان انا كنت قاعد مع الحاج طارق يوم السبت اللي فات، ووعد ان هيعمل فيديو حلو جدا جدا للاغنيه، حاجه مشرفه لنادي الترسانه وحاجه هديه منه لجماهير نادي الترسانه. ربنا يوفقكم. استاذ صلاح، كانت قناه الصحه والجمال ليها السبق انها تنشر الاغنيه بتاعت الترسانه، وهيبقى ليها برضو السبق في انها تنشر الفيديو في نادي الترسانه من جوه ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يبقى لكم السبق، يبقى لكم السبق تحتفلوا بصعود نادي الترسانه ان شاء الله. وحضرتك معانا ان شاء الله، كل جماهير الترسانه معانا. عملنا والله، عملنا كلنا يعني. شكرا لاتصالك يا فندم. نرجع تاني نتفق مع المخرج، هيزوروا لنا حاجه على الشاشه انا وانت مش عارفينها يا فندم. هم استر يا رب. ايوه ربنا يستر. فهم اتفقوا كده علينا على حاجه احنا مش عارفينها. تيجي نشوف؟ نشوف. طب نشوف اتصال الاول. الو الو، اهلا استاذ وائل. اهلا بحضرتك يا فندم، منورنا. ده نور حضرتك، بعد حي حضرتك على البرنامج. الله يخليك. وعلى ضيوفك جمال الكابتن احمد نصوح، او مش عارف اقول فنان احمد نصوح ولا كابتن احمد نصوح. حبيبي يا استاذ وائل المستشار. ربنا يخليك يا باشا. وكابتن كوره كمان. حبيبي يا رب. حلقه جميله جدا وما شاء الله عليكم كلكم يعني. كلك ذوق يا فندم. برضه الاستاذ محمد حجازي. ربنا يخليك يا فندم. والكابتن احمد يعني، واحب اقول برضه هو خد بال حضرتك هو مدرب جامد جدا برضه بجانب ان هو فنان. اكيد اكيد. وانا والله كنت لعيب جامد. اكيد. اصبر بقى. اكيد. بص بتدخل ازاي. اكيد الجواب بيبان من عنوانه يا فندم. احنا متابعين من الاول يعني وما شاء الله عليكم كلكم. اصلي يا استاذ وائل او كابتن وائل حبيبي واخويا، ربنا يخليك لي يا رب. ربنا يخليك لي يا حبيبي. حبيبي يا كابتن احمد واستاذ احمد، وتحياتي لكم جميعا، و تونا في الحلقه كده كمان وكمان ان شاء الله. اسعدتنا بتليفونك يا فندم. تسلم يا استاذ وائل، تسلم. فبيقول ايه، انا يعني انا متوقعه حاجه وانت لازم تتوقع ممكن يكونوا عاملين فينا ايه. ده ما اضمنوش. طيب ما تسمعني حته كده، قول لي اصعب حته كانت في التتر انا تعبتك فيها وسمعها لي. اصعب حته كانت في التتر بتاعتك ولا بتاعتي؟ بتاعتك انت. هي اصعب حاجه واحلى حاجه. طب ماشي. احلى حته والله. هو بقينا نحب ندندنها اللي هي طبعا اللي هي وانت معانا. ايوه اتفضل. هي بتخلص طبعا، واحنا هنستناك يا فاتن دايما قلبك جوه انا ساكن، واحنا هنستناك يا فاتن دايما حبك جوه انا ساكن، في رؤية جديدة في رؤية جديدة في رؤية جديدة في رؤية جديدة. الله ينور عليك. هنشوف استاذة عزة من الجيزة. الو. لا اختي. الو. ايوه. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذة فاتن؟ ازاي ست الكل؟ ازي حضرتك ومبروك على. الو. هستأذنك بس تطفي التلفزيون اللي جنبك. كده حضرتك جميل كده، اتفضلي سامعاكي. اشكرك على برنامجك الجميل. احنا اللي بنشكرك انك مستمع لينا. وعلى ضيوفك الجمال. الله يخليكي. شكرا. كلك ذوق يا ست الكل. ربنا يخليكي. استاذ محمد حجازي شاعرنا الجميل اللي مشرفنا. ربنا يخليكي. على فكره اختي الكبيره والله الحاج عزة، انت نورتي البرنامج بصوتك والله. و انت كنتش عارف اخطبك ولا ايه؟ لا طب رد عليك. شيئة شويه. نورتينا استاذه عزه ومكالمتك دي جميله. المذيعه الجميله الاستاذه فاتن عرفه. ربنا انت الاجمل. تسلمي. استاذ احمد نصوح ربنا يخليك. جميل وانسان جميل. ربنا يوفقك يا رب. ربنا يخليك يا ست الكل. تقدم لتقدم ومن نجاح لنجاح. وانت معانا ان شاء الله. كده دايما على طول منور بوجودكم معانا. ربنا يخليك. وانت معانا يا ست الكل. تسلمي. متحرمش منك يا ست الكل. شكرا لتليفونك. ها نرجع تاني للي هم عايزين يضحكوا علينا يطلعوا لنا صور. مالناش دعوه، احنا هنعمل نفسنا مش واخدين بالنا. ايوه اعملوا نفسكم مش واخدين بالكم بقى. سيبونا نعمل فيكم مقلب. وقول لي بقى يعني. هتقول لاهلك وناسك ايه النهارده؟ بص بقى فجاه. هنشوف هيقول ايه. اتفضل. هتقول لاهلك وناسك ايه النهارده؟ اللي انا بحبهم جدا. ايوه اللي هم اغلى حاجه عندي. هنقول حاجه يعني لذيذه كده. ساعات الناس بتقول ان الحياه وحشه. وكل اللي فيها وحش. وانت عايز تثبت العكس. مع ان الحياه فيها حاجات حلوه كتير. تمام. اكيد. انا طبعا. انا جمعت بعض من الحاجات الحلوه اللي في الدنيا. حلو. في القصيده دي. فبقول فيها ايه؟ حلوه الحياه. بجد؟
طول ما انت فيها فن. احذر يا صديقي. حلوه الحياه. احذر. رغم الالم بننجرح وبنتظلم ونعيش امل ونشوف ندم، لكنها حلوه الحياه. امل عايزه تقول لك ان في امل في الحياه، ممكن نكلمها؟ اتفضلي. الو؟ الو؟ ايوه يا قمر. ايوه. انا بشكر حضرتك على البرنامج الجميل ده. انا اللي بشكرك انك بتكلميني ومتابعاني. ميرسي يا فندم. وبشكر الاستاذ احمد منصور بصوته الجميل جدا. الله يخليك يا امل. بقول له منور منور. ربنا يخليك يا رب، نورك يا رب، ونشوفك طبعا في الاحسن ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. تسلمي يا امل. وهتسيبي الاستاذ محمد حجازي؟ ايوه طبعا مشكوره. هيقول لك قصيده حلوه يا امل، تحبي فيها الحياه زي اسمك الجميل. ايه مش امل، ايه ايه مجدي. ايوه مجدي. ايوه دي بنت اخويا زكي. ايوه منورنا كلكم منورين بصراحه. ايوه دي بقى قمر. قمر قمر. ايوه ربنا يسعدها يا رب. اسلمي كده ان شاء الله، نشوف الاحسن ان شاء الله. اسلمي يا حبيبتي. تسلمي. شكرا. نورتينا وتسلمي لتليفونك يا ايه، نورتي الدنيا. ايوه ماشي كمل بقى حضرتك. لكنها حلوه الحياه، حلاوتها جوه حضن امك لما تجري عليك تضمك، او خوف ابوك في عز همك، او ضحكه حلوه من عيون ابنك ضناك. الله. او لما بنتك تيجي يوم تلعب معاك. ايوه. او لما زوجتك وانت نازل تهمس كده مستنياك. الله عليك يا اصيل. او لما يجي صديق في ضيق وتكون معاه، معاني حلوه للحياه بنحسها وبننسى بيها كل علشان كده حلوه الحياه. حلوه الحياه بيكم. الله عليك. كانت حلقه جميله. جيتك بسرعه بجد، ما حسيتش بيه ولا احنا والله. جميل. اسعدتني بكلماتك وبصوتك وبذوقك واخلاقك. ربنا يخليك. احنا اللي ساعدنا بالقناه الجميله، جميله جدا، قناه مميزه فعلا بجد، قناه فعلا مميزه. القناه بس؟ القناه وحضرتك طبعا. كل المسؤولين على القناه والله. شرفتنا دايما. وبنقول لك انت في بيتك، ما انتش غريب، فمش محتاج نقول لك شكرا. هنعمل لك مفاجاه ثانيه. هتعملي مفاجاه ثانيه؟ ربنا يستبس انت بقى. اعزائي المشاهدين، سعدت بكم وارجو ان اكون قد اسعدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.